يعتبر الكابتن عصام عبد المنعم حارس مرمى وكابتن النادي الأهلي السابق واحد من أفضل الحراس الذين مروا على تاريخ النادي الأهلي، فموهبته وقدراته تفوقت على العديد من الحراس الكبار بالقلعة الحمراء، حفر اسمه في عقول عشاق المارد الأحمر بجانب الراحل ثابت البطل وإكرامي وعادل هيكل، إلا أن الجميع اتفق على موهبته في مركز حراسة المرمى وشخصيته القيادية داخل الملعب وخارجه. انتقل الكابتن عصام عبد المنعم من أضواء المستطيل الأخضر بعد إعلان اعتزاله كرة القدم إلى بلاط صاحبة الجلالة، واستثمر خبراته في النقد الرياضي. وللكابتن عصام عبد المنعم تجارب إدارية ناجحة يعد أهمها توليه رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم موسم 2004 بالتعيين بعد حل مجلس الجبلاية بسبب صفر المونديال، كما تم تعيينه سنة 2012 من قبل الوزير العمري فاروق رئيسا للاتحاد بعد حل أيضا اتحاد الكرة لمدة 6 أيام قبل أن يرفض الفيفا قرار تعيين اللجنة برئاسة عبد المنعم لأن هذا يعد تدخلا حكوميا. الحوار مع عبد المنعم ثري وممتع في كل الاتجاهات، والملفات المفتوحة للأهلي والجبلاية والزمالك واللجنة الأولمبية كثيرة ومثيرة، سنتحدث فيها معه في ملعب الشاطئ. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم، نجم كبير وزي ما قلت لحضراتكم واحد تقدر تتكلم معاه في كل الاتجاهات سواء في النواحي الاداريه او في كره القدم النواحي الفنيه او حتى في النقد الرياضي، نجم كبير الكابتن عصام عبد المنعم. ازيك كابتن عصام؟ مشرفنا وسعداء جدا جدا بوجود حضرتك معانا. اهلا يا سلام، اهلا بيك، وانا انت وحشني. حضرتك اللي وحشني جدا طبعا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عصام. كابتن عصام، الاول عايز رأي حضرتك في البطولة العربية بشكل عام تنظيميا وكل حاجة في البطولة العربية قبل ما نتكلم في نواحي فنية. يعني هي أصل لو ما اتكلمنا الإيجابيات الوحيدة فنية، الإيجابيات فنية، الإيجابيات الوحيدة فنية. نعم. إنما في المقابل في سلبيات كثيرة جدا، يعني هي يعني إيجابيات سياسية أكتر منها كمان فنية. السلبيات مصرية. بمعنى ايه السلبيات مصريه؟ بمعنى انها مفيده للكل الا الانديه المصريه. بالظبط. الانديه اخرى ماشيه بالتسلسل العلمي للمواسم، والموسم بينتهي ويبقى في فتره راحه سلبيه ثم راحه ايجابيه ثم فتره المباريات الوديه اللي هي المفروض دلوقتي بيلعبوا فيها. ولكن احنا ما خدناش، او اللعيبه في مصر ما خدتش الراحه. الموسم لسه ما خلصش. الموسم لسه ما خلصش على رايك، لسه كاس مصر. الموسم لسه ما خلصش، فاحنا عرض مستمر يسبب إرهاق كبير جدا للاعبين. يعني في أندية يمكن النادي الأهلي بالتحديد حاول إنه يريح بعض الناس، عبد الله سعيد، مؤمن، عبد الله وشريف، يعني النادي الأهلي عنده هذا الطرف. نعم. إنه يقدر يريح بعض اللاعبين الأساسيين اللي متوسط اعمارهم فوق ال 30 فوق ال 30 واللي اكتر من كده شاركوا بنسبه تقترب من 90% 85% من المباريات، وكمان شاركوا مع المنتخب يا كابتن عصام، شاركوا مع المنتخب طبعا في وقتها. نعم. لكن عنده الباقيين قادرين بقى. هنا بقى الفانيلا، يعني الفانيلا هي اللي شايله الليله، وهي اللي مخليه النادي الاهلي يصل، لانه برضه لما تستضيف مصر بطوله ويشارك منها فريقين، لانها الدوله ما يكونش حد في البطوله، ما يكونش حد منهم في السيمي فاينل، صعبه شويه يعني تقيله علينا احنا كناس يعني رياضيين او صح. كرويين. فيعني النادي الاهلي استطاع انه يعني يتغلب على هذه الصعوبه الخاصه بالتوقيت. انما على المستوى الفني البطوله لا باس بها على الاطلاق، في اشواط من مباريات وفي مباريات على بعضها يعني كويسه في الادوار، واتوقع انه في السيمي فاينل والفاينل يكون المستوى الفني كبير. ويعني فنيا نقدر نقول انها المستوى كان مرضي. جماهيريا سعيد جدا ان انا بشوف جماهير ولو اخيرا اعداد بسيطه، اخيرا
يعني اسعد كمان ان جماهير الفرق العربيه الاخرى نعم موجودين في اسكندريه. اسكندريه طبعا ماريه وهي يعني واجهه حلوه قوي لمصر في الصيف. اعتقد انه هذه البطوله يعني ممكن يعني ممكن لو اتنظمت بشكل افضل هي يعني السياحه الرياضيه يعني تبقى مرسومه على اسكندريه. السياحه الرياضيه مرسومه على بطولات تقام في الاسكندريه في الصيف. ايوه بطولات كره قدم او لعبات اخرى. اسكندريه كمان الباسكت بول هناك ما شاء الله نعم جمهوره هايل. اتحاد اسكندريه طبعا وسبورتنج طبعا كل الفرق يعني الاسكندريه في كره السله هي اللعبه الشعبيه الثانيه. واحيانا بعض المتعصبين يقول لك هي على مستوى واحد مع الكوره، لكن اسكندريه طبعا يعني نقدر نعمل من خلالها. لكن البطوله الحاليه ناجحه، يعني اقدر اقول ان البطوله ناجحه. نعم بدليل ان انا بتفرج عليها بانتظام، يعني انا بتفرج على لا في ماتشات حلوه بتاع حتى يعني حتى يعني مش بتفرج على الاهلي والزمالك بس، لا بتفرج على كل الفرق، بتفرج على كل الفرق ويعني مديها وقت كامل ان انا ابتدي اتفرج عليها واشوف المستويات ايه في الدول دي والفرق دي. بطوله ناجحه بكل المقاييس. كابتن عصام، الاربع فرق وصلوا الدور قبل النهائي، نادي الاهلي، نادي الفيصلي، نادي الفتح، ونادي الترجي. من الاربع فرق دول هل تعتقد ان او من الاقرب من الاربع فرق؟ اي حد يكسب. اي حد في الاربعه دول يكسب. انت عارف لو الظروف في التوقيت والتشكيل بالنسبه للنادي الاهلي بدون تعصب طبعا المختلفه، يبقى كنت هرشح الاهلي لان هو الاقوى. لو كان بيلعب بفريقه الاساسي الفول تيم يعني. نعم بيلعب بالفول تيم يعني بلاش اساسي واحتياطي. مظبوط نعم بيلعب بقوته الرئيسيه نعم اللاعبين اللي هم انهوا الموسم الماضي. لكن اعتقد انه كل الاحتمالات مفتوحه، ودي برضو حلاوه البطوله، يعني كل الاربعه كلهم قادرين على الفوز بالبطوله، ويعني المنافسه مفتوحه بينهم، واللي هيبقى عنده بقى احساس البطوله. اصل انت عارف ان في فرق ضغط الفاينلز بتعبها نفسيا، ما تقدرش تتحمله، يعني خبرات اللاعبين وقدراتهم ما تقدرش تلعب تحت الاسترس او تحت الضغط الخاص بالنهائيات. نعم لانك بتعمل خلاص انت بتلعب كروس وبعدين فاينل وخلاص، ما اعتقدش في ماتش ثالث ورابع يعني مش عارف فيه ولا لا، انما بتلعب ماتش يوصلك للفاينل وخلاص. الفاينل مجرد الوصول النهائي يبقى انت حققت الهدف. فكل الاحتمالات مفتوحه وكل التمنيات للنادي الاهلي. طبعا مين الفريق اللي لفت نظرك يا كابتن؟ يعني خلينا نتكلم في الاربع فرق دول او في المجموعه في الفرق كلها، مين الفريق اللي لفت نظرك وما توقعتش ان هو يظهر بهذا الشكل؟ يعني العهد اللبناني مثلا فريق ما كناش نسمع عنه كتير، فوجئنا بالمستوى اللي ظهر بيه. فتح الرباطي نفس الكلام، النادي الاهلي بمجموعه اللاعبين اللي ما بيلعبوش في اغلب الوقت، الترجي التونسي برضه هل شفته يعني مين الفريق اللي لفت نظرك كابتن عصام يعني بما انك بتتفرج على المباريات كلها؟ يعني الفريق اللي فاجئني مش تحت المستوى. طب ما انا ما انا لازم لما اشوف النادي الاهلي اتوقع. نعم لما اشوف الفتح الرباطي المغرب اتوقع. نعم انما هو الفريق العهد اللبناني اللي فاجئني. العهد اللبناني نعم فاجئني مستوى كرة القدم في لبنان. مستوى الوعي التكتيكي لهذا الفريق. نعم وقدرته على انه يعني يواجه الفرق والمنافسه. اعتقد انه كان بالنسبه لي مفاجاه، انا كنت يعني ما كنتش متصور ان انا هشوف هذا المستوى فريق بهذه الجوده. يمكن لان احنا ما بنتفرجش على الكره اللبنانيه بشكل مباشر، يعني احنا بعد الكره المصريه بنشوف الخليجيه. بالظبط او الخليجيه هي الاقرب لينا. نعم في المشاهده والمتابعه صح واللقاءات حتى المتبادله، وحتى لما بنسافر احنا بنتفرج عليهم، يعني احنا قريبين مع انه جغرافيا مش قريبه الخليج قد، لكن احنا مصريا الكره الخليجيه اقرب لينا، وعشان كده متابعينها
وبنحب انديتها. لبنان رغم قرب المسافه انما يعني ما عندناش الوسائل اللي نشوف بيها نتفرج لبنان بيها. لبنان مشهوره بحاجات تانية غير كره يعني سياحه مثلا مش كذا كذا، لكن بالكره دي يعني قليل لما كنا نسمع يعني. لا لا هو يعني رياضيا احنا لبنان كان بالنسبه لي انا كره السله او سله مظبوط كره السله اللي هم من والانديه اللبنانيه، لكن كره القدم لا ما فيش حتى التواصل. احنا بنتفرج حتى على المحطات التلفزيون الخليجيه والعامه، بنتفرج على الدوري السعودي وبنتفرج على الدوري الاماراتي لكن الدوري اللبناني ما فيش بتلاقيهوش مش منتشر، وبالتالي كانت بالنسبه لي انا مفاجاه ان نرى فريق بهذا الشكل وبهذا الوعي التكتيكي بهذا النضوج الفني يعني. تمام، خلينا كابتن ننتقل للنادي الاهلي مثلا. احنا عندنا اسئله كتير النهارده زي ما قلت لحضرتك، اداري هنتكلم كل حاجه هنتكلم فيها النهارده. بس بلاش في السياسه، ما نتكلمش في السياسه. لا السياسه احنا بلاش في السياسه. طيب من المصري اليوم جاي لك اسئله كتيره جدا يا كابتن. كمال محمد صبيح بيسال حضرتك تقييم حضرتك لمستوى المتعه الكرويه التي يقدمها النادي الاهلي تحت قياده حسام البدري رغم اعتماده على فكره الاستحواذ الدائم على الكره، وهل الاهلي سيحقق نفس النجاحات في الموسم القادم وان الارقام حققها البدري ارقام خادعه؟ راي حضرتك ايه نتيجه عدم وجود منافسين؟ سؤال مليان. لا هو متعدد الجوانب يعني. ابدا من الاخر يعني، هل الاهلي يقدر يقدر الاهلي يحافظ على تفوقه؟ لانه عناصر التفوق لازالت موجوده. الاستقرار الفني والاداري اللي بيتمتع به النادي الاهلي ما بتمتعش بيه اقرب منافسيه اللي هو الزمالك. كسر تغيير المدربين والاداره النواحي الاداريه مع النواحي الفنيه متداخله، ما فيش حدود فاصله بين النواحي الاداريه والنواحي الفنيه. فيعني النادي الاهلي متفوق علشان مصلحتنا، عشان مصلحه المصريين. يعني ايه مصلحه المصريين؟ عشان نتعلم النظام وان النظام يؤدي الى النجاح، وان كل واحد يعمل شغله وما يتدخلش في شغل الاخرين فالمنظومه تنجح. الدكتور يبقى دكتور، الاداري يبقى اداري، الفني يبقى فني، اللاعب يبقى لاعب. ده مش اكتشاف على فكره، ده الطبيعي. مش ده احنا من الخمسينات كابتن لطيف بيقول كده. نعم، الجمهور جمهور يا جماعه، واللاعب لاعب، والمدرب مدرب، والاداري اداري، التخصص. فيعني النادي الاهلي الحقيقه بيحترم هذه القواعد ويميل الى الاستقرار. النادي الاهلي بقى عنده سلاح محدش يقدر عليه. جمهور النادي الاهلي هو السبب نمره واحد واثنين وثلاثه في انتصارات. انا طول عمري بقول كده، جمهور النادي الاهلي غير. جمهور النادي الاهلي حاجة تانية. جمهور النادي الاهلي سبورت للنادي في كل، او بيؤيد النادي في كل المواقف. واهم تأييد بيقدمه الجمهور انه عارف انه جمهور. وانه عارف ان الادارة لا تدخل فيها. بس انا برضو في رأيي في القصة دي، لان هناك مجموعة في الجمهور لا تعتبر نفسها جمهور فقط. وما تخليناش نتكلم على حاجه معينه، لكن انا بتكلم بشكل عام. جمهور النادي الاهلي اللي كان ايام حضرتك والايام اللي بعد كده وايام الجيل اللي بعد حضرتك لغايه دلوقتي، لغايه اللي موجودين. لكن هناك مجموعه بتدخل نفسها زي ما حضرتك قلت لي اتكلم معايا في كل حاجه الا السياسه. بتدخل نفسها في السياسه. الملعب الكوره من وجهه نظري طبعا ملوش علاقه بالسياسه. جمهور يعني انا يعني الجمهور ده اذا كان بيخش النادي في التدريبات او بيحاول يتدخل، أنا ما عنديش معلومة بصراحة. يعني ما عنديش معلومة إن جمهور الأهلي بيتدخل. الكلام اللي بتقوله لي أنا مستغربه جدا. لا في السياسة، بتكلم في السياسة. ما عندكش معلومة إن هم بيخشوش النادي يعني؟ لا، إن هم بيتدخلوا يقولوا فلان يلعب أو فلان ما يلعبش، لا لا. أو إن هم يهاجموا المجلس أو يدافعوا عن المجلس أو يكلموا. كل ده عادي يا كابتن. كل ده عادي. كل ده لا يحدث في النادي الأهلي. حتى لو حدث عادي. لا مش عادي. لا عادي ليه؟ جمهور. لا الجمهور جمهور بالظبط. لكن انا اقصد اقول لحضرتك ايه، طبعا ما حدش يتدخل. الجمهور بيحب كابتن عصام عبد المنعم وينده باسم عصام عبد المنعم، لكن
مين اللي بيلعب، مين اللي بيلعب عصام عبد المنعم؟ هو المدير الفني، وبالتالي هم بيندهوا بيحبوا عصام عبد المنعم فبيندهوا على عصام، مفيش مشكله. انتقد اداء مجلس اداره، انتقد اداء لعيبه، انتقد انتقد انتقد، ولكن ان تدخل السياسه في الرياضه هو ده الشيء الغلط اللي انا شايفه من وجهه نظري ان هو غلط. لا لا، السياسه بمعناها العام، السياسه بمعناها العام ملهاش علاقه بالرياضه بالظبط. ده الكل، وجمهور النادي الاهلي ما بيعملش كده، جمهور النادي الاهلي بيدخل السياسه في الرياضه. انا ما بقولش جمهور النادي، انا بقول بعض من جمهور النادي الاهلي، ولا يعني ما لا يعتد به ولا بالظبط. هو ده، هو ده اللي انا اقصده، ولا يقاس عليه يعني. انما لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه كلنا مدينين لي انا يعني، معلش طبعا أنا كلنا يعني انا جمهور النادي الاهلي ده شيء مقدس طبعا طبعا بالنسبه لنا، من اول وانا طفل لغايه اما يتوفاني ربنا، يعني انا مدين لجمهور النادي الاهلي باي شيء انا حققته انا واخواني وانا وكل الاجيال، لانه يعني الجمهور الحقيقه ملوش مثيل في الدنيا. نعم معلش، انا يعني زي ما هم متعصبين ليا انا متعصب ليهم. نعم، جمهور ليس له مثيل في العالم جمهور النادي الاهلي. هذا المحب المخلص المتفاني اللي سبورت ليك، اللي واقف في ظهرك وتحس بيه لما تكون في محنه. مظبوط، لما تكون في محنه تحس بيه اكتر، يتواجد اكتر ويبقى معاك في التمرين ويبقى في ظهرك وما يصبطش عزيمتك ولا يعني حقيقه يعني. بس هم دول مصريين برضه. بالظبط، هو ده طبعا كلهم مصريين وصلاء يعني. كلنا كل ما نتمناه، انا واحد من الناس، كل ما اتمناه ان الناس الملعب ده، ما احنا اتعلمنا من حضراتكم كده ان الملعب ده صح، ملعب للرياضه فقط. انتقد اسلام، انتقد محمد، انتقد علي، اعمل انت عايزه، حقك جوه الملعب، لكن ما اللي بره الملعب ده مالناش علاقه بيه. لا لا، السياسه، شوف السياسه والرياضه لا يجتمعان، زي بتاع المبيد الحشري ده. السياسة والرياضة لا يجتمعان، والفصل بينهم دستور دولي وضعته اللجنة الأولمبية الدولية، أنه لا تدخل للسياسة في الرياضة على الإطلاق. لأنه احنا عمرنا ما بنقول ما الرياضة ما تخشش في السياسة، لأن الرياضة عمرها ما تخش في السياسة، لأنه احنا بنحذر من أن السياسة هي اللي تخش في الرياضة، لأن السياسة عايزة تخش في الرياضة طبعا لكي تستفيد من الجماهيريه بتاعه او الشعبيه الكبيره بتاعه الرياضه. نعم، والسياسه مش دايما حاجه اخلاقيه. الرياضه 100% اخلاقيه، واحترام المنافس والمنافسه الشريفه واللعب بشرف، فكل حاجه فيما تتعلق بالرياضه حاجه مختلفه تماما عن السياسه. السياسه طبعا زي بيقولوا ديرتي جيم، لا لعبتها ولا ناسها. فلا تدخل ولا تداخل، لا ضرر ولا ضرار يعني. تمام، نتمنى ان ده يحصل. حد برضو بيسال حضرتك، محمد المصري بيسال حضرتك، المبالغ المدفوعه في صفقات النادي الاهلي مبالغ فيها ليه؟ هشام محمد تخطى ال 20 مليون بالاعراض، اسلام محارب 13 مليون على حسب كلام رئيس النادي، ألا يعني هذا أن النادي الأهلي يحتاج إلى إدارة تسويق محترفة حتى لا يتم إهدار الأموال للنادي الأهلي؟ رأي حضرتك؟ لا، هو في إدارة تسويق طبعا في النادي الأهلي طبعا، وخلي بالك يعني أنا مش عايز بس أنخش في حاجة في السياسة لكن أو في اقتصاد، خلي بالك الملايين اللي بنتكلم عليها دلوقتي بعد ما بقى الدولار ب 20 جنيه بنتكلم في كلام فارغ. فأسعار لو قومت بالعملات الحرة هتبقى مبالغ زهيدة جدا، بس احنا بنستكتر يعني 10 مليون، يعني 10 مليون جنيه يعني كم، مش عارف 500,000 دولار، 500,000 دولار يعني 600 يعني مرتب المدرب الزمالك اللي مشي. فيعني فاحنا بنتكلم يعني مش عايزين نبالغ، السوق هو اللي بيحكم نفسه. السوق يعني اقتصاديات السوق محدش بيقدر يفرض سعر اعلى من الامكانيات. النادي الاهلي مجلس ادارته عليه انه يدبر الموارد، دي شغلته، الناس انتخبته عشان كده، وده بيحصل عشان يدبر الموارد اللي يقدر بيها يدعم فريق الكورة بتاعه، وما يبقاش الناحية المادية عائق قدام استكمال القدرات الفنية للفريق. نعم، دي مشكلة النادي الاهلي، غالي ولا رخيص، كل واحد على قدر امكانياته. ما هو ممكن يكون في نادي بسيط من اندية الاقاليم ما يقدرش، ما هو لو يقدر نادي الاقاليم ده يشتري لعيبة ب 100 مليون وعنده الامكانيات المادية، ما هي مصدر القوة ايه؟
مصادر قوة الأندية من أحد دعائم المصادر دي القدرة المالية على أنك توفر طبعا. الفلوس اللي تقدر بيها تجيب مدرب عالمي أو تجيب مدرب كويس أو أنك تجيب لعيبة كويسين أو تصرف على الفريق. فيعني كل المسائل دي النادي الكبير كبير في كل حاجة، في إمكانياته الفنية والمادية. تمام كابتن عصام، بما اننا بنتكلم على مجلس الاداره، تقييم حضرتك لمجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت؟ وانا عارف ان انت راجل يعني صريح تقدر تقول كويس، الناس يعني هتبقى عارفه ان هو كويس، لو عنده سلبيات ومفيش حد في الدنيا ما عندوش سلبيات طبعا. طيب هو انا السؤال ده تقليدي، نعم، وانا بحط الاول مقدمه تقليديه ان انا ما انتخبتش الناس دول. تمام، انا كعضو في العامل في النادي الاهلي ما انتخبتش الناس دول، انما هم نجحوا، والفير ان انا اقول ان هم نجحوا. طبعا نجحوا على صعيد انشاءات النادي ومرافق النادي، الصعيد اللي بيهم بضعة الاف من الناس الاعضاء، ونجحوا على الصعيد الفني اللي بيهم الملايين والحصول على البطولات. مظبوط. بالنسبة لفريق الكورة والفرق الاخرى، فهم نجحوا. انا ما اخترتهمش، لكن بعترف ان هم نجحوا فير يعني. يعني حضرتك شايف ان الاداء جيد او كويس؟ اداء جيد مش معنى كده انه مثلا اللي انا انتخبتهم او انت حضرتك اديت لهم صوتك يعني. اديت لهم صوتي. لو كانوا جم كانوا هينجحوا برضه. اصل انت في النادي الاهلي ما تعرفش الموضوع بيتحكم بتفاصيل اخرى يعني. حب يعني، يعني حاجات تانية يعني. يعني ما تعرفش تفشل. ما تعرفش تفشل، لان انت هتلاقي نفسك محكوم ماشي على قضبان. مظبوط. مش هتقدر تنحرف كده ولا كده. القضيب اللي هو جاي من ايام عبود باشا وايام القيادات القديمه في النادي الاهلي وصالح سليم، وانت ماشي هتلاقي نفسك ماشي على التراك. ما تعرفش تطلع عنه، لو طلعت عنه الدنيا كلها ما ينفعش. طيب كابتن عصام، يعني خلال الفترة الأخيرة ترددت أسماء كثيرة جدا عن خوض الانتخابات في النادي الأهلي. بما أننا بنتكلم عن النادي الأهلي وهنروح طبعا لنادي الزمالك ونتكلم عن نادي الزمالك، لكن كابتن عصام ما فكرش مثلا في يوم من الأيام أو خلال هذه الفترة أن هو ينزل الانتخابات؟ أنا سألت السؤال ده في مراحل كثيرة من أصل غريبة جدا يا كابتن. حضرتك رئيس اتحاد للكورة، حضرتك نجم النادي الأهلي، منتخب مصر، ناقد رياضي لك كلمتك، كل حاجة، لكن إيه اللي يخلي حضرتك دايما ما بتفكرش في الموضوع ده؟ شوف الوقت خدني واتجاهات أخرى سواء في الاتحاد أو في اللجنة الأولمبية. دخلت هذا المعترك العام. تمام. اللي هو بيشمل كل الأندية وكل الاتحادات. مسألة انتخابات الأندية والخبرات اللازمة لإدارة النادي مش موجودة عندي. أوكي. ما اكتسبتهاش. أنا اكتسبت الخبرات الإدارية بداية من إني كنت رئيس لمنطقة القاهرة لكرة القدم، أحد مناطق الاتحاد، وبعدين مجلس إدارة الاتحاد عضويته، وبعدين أمانة صندوق ونائب رئيس ورئيس، ثم عضوية اللجنة الأولمبية، ورئاسة بعثة مصر في دورة سيدني كممثل اللجنة الأولمبية، يعني إيه؟ تراك تاني. الناس اللي مشيت في سكة الأندية وإدارة الأندية وكيف يدار النادي، أصل إدارة النادي مش إدارة فريق كورة. طبعًا. أنا لو أنا قدرت يعني عندي 20 30 ألف 50 ألف عضو 100 ألف عضو عايزين خدمات وعايزين مش عارف إيه. النادي الأهلي عنده 250 ألف عضو. وعنده لعبات 12 أخرى. لعبة غير كرة القدم. فيعني لازم أكون آخد بقى الإكسبيرينس أو الخبرة في الحاجات دي كلها وأبتدي أخش فيها من الأول علشان بعد كده أقول أنا أرشح نفسي لرئاسة النادي. طب من هنا يا كابتن وحضرتك بتتكلم بهذا الوضوح، الحقيقة لما تلاقي إن في مجلس إدارة موجود دلوقتي، المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته، وعاملين انجازات جيده الحقيقه الكل بيجمع بيها سواء ضد او مع. وعلى الناحيه الاخرى والانباء بتشير او كل المؤشرات بتقول ان كابتن محمود الخطيب مثلا بهذا الاسم وهذه القامه الكبيره داخل النادي الاهلي هينزل انتخابات على رئاسه النادي الاهلي ومعاه مجموعته طبعا او يعني معاه قائمته. مين اللي يبتدي او الناس تمله؟ هل الانجازات اللي جوه النادي ولا كابتن محمود الخطيب اللي كان عامل انجازات قبل كده
جوه النادي وانجازات رياضيه، الدنيا تمشي ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ هو برضو يصعب انه تنسب الانجازات بالكامل لمجلس كان موجود. طبعا طبعا هي منظومه كامله، كل ما فعله المجلس حاليا انه ما دخلش نفسه في الكوره، ما دخلش نفسه في الكوره، فمشيت الامور كتقليد بقى في النادي الاهلي. نعم. يعني لما كان رئيس النادي الاهلي صالح سليم كان رئيس لجنه الكوره برضو، كان من خلال منظومه، لما كان لجنه فنيه طبعا. لما كان عبد الصالح الوحش كان فيه برضو منظومه فنيه بتقدر تتكلم معه. لكن لما يكون احنا دلوقتي داخلين على عصر الاحتراف، نعم، اللي هو مجلس الاداره ده مجلس اداره شركه، شركه واسهم وبتاع، ملوش دعوه خالص، وانه منظومه الرياضه دي بتديرها كفاءات او قدرات بيوظفها المجلس ولا يتدخل في عملها وبيحاسبها اخر السنه على النتائج. نعم. ف تدخل بقى يعني او اختيارات الجمعيه العموميه، اختيارات الجمعيه العموميه دي مساله ديمقراطيه، بتختار اللي تثق فيه. من المؤكد انه وجود واحد زي حسن حمدي على راس منظومه اداريه متكامله، خلي بالك النادي الاهلي ماشي بالدفع الذاتي لانه المجلس ماشي منه ناس كتير، المجلس الحالي بالظبط. يعني ما تقدرش تقول ان لا كابتن حسن حمدي هو مش هينزل، هو كابتن خطيب اللي هينزل. لا ما انا بقول لك يعني ما انا حضرتك تقصد من اللي فات، من اللي فات. ما تتكلم بقى صالح سليم عبد الصالح الوحش حسن حمدي. نعم. هذا النموذج اللي هيبقى امتداد ليه محمود الخطيب. نعم. اعتقد انتخابات صعبه. طبعا انتخابات صعبه جدا، بس هي انتخابات بين السياسي والتكنوقراط. السياسي اللي هو عارف لعبه الانتخابات وخضها قبل كده كويس. نعم. والتكنوقراط اللي هو الفني، هو عارف كل اللي هو برضو لكن لا ينقصه الذكاء برضو محمود طبعا خطيب. ولذلك هو من ضمن الحاجات اللي قالها انه مش هيبقى معاه ناس كرويين الا واحد او اثنين، واحد بس. نعم. اعتبار ان هو تاني صح، والباقي كلهم ناس بقى للعبات اخرى طبعا، او لعضويه النادي او شخصيات عامه. لانه النادي الاهلي مش قيمه رياضيه بس، هو قيمه رياضيه في الاساس، لكن قيمه سياسيه واجتماعيه طبعا، وفنيه، ويعني اشياء كثيره جدا في المجتمع المصري. ف المنافسه الحقيقه معرفش، هو محمود طاهر ما قالش انه داخل لغايه دلوقتي على فكره، يعني 90% داخل. الانباء كلها بتشير ان المحمودين كابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر هيكون كل واحد فيهم على راس قائمه للترشح. بص هو محمود طاهر اذا دخل بالقائمه بتاعته اللي هو الموجوده دلوقتي او اللي كان بيعتمد عليها مش هينجح. لا الناس خلاص اتكشفت كلها. كشفت امكانياتها. يجب ان يكون هناك فكر اخر، اذا كان عايز ينافس حقيقي. لانه الخطيب هيختار اختيارات هيستفيد فيها من الاخطاء المجموعه الموجوده دلوقتي. يبقى حضرتك بتنصح المهندس محمود طاهر ان هو يختار اختيارات جيده تتناسب مع المرحله القادمه، اذا كان حابب ان اذا كان حابب ان يخش، لان هو الحقيقه قدم نموذج طيب جدا لرئيس النادي الاهلي. ونموذج يحترم، رغم ان في اعتراضات من بعض الجمهور برضو على ان ضعف المجلس في بعض القرارات. انا بتكلم على ان هو خد بشكل عام اداني نموذج لرئيس النادي محترم. اوكي. رئيس النادي الاهلي اللي عارف قيمه النادي الاهلي، واللي ما بيحبش الشو الاعلامي، واللي بيعمل في صمت. نعم. ولا يتدخل في الشؤون الفنيه، ولا يعني كل الحاجات اللي هي المميزات اللي تميز رئيس النادي الاهلي. شخصيه محترمه ولها كل اعتبار وتقدير من كل الرياضيين اللي موجودين في مصر. لما اختياراته ضعيفه، ولو حب يخش انتخابات بنفس الاختيارات ما عندوش فرصه. لان دخولك كرئيس مش معنى كده ان انت هتنجح. لازم يبقى معاك المجموعه اللي تسندك. خلي بالك عضو النادي الاهلي واعي جدا، اعضاء النادي الاهلي صفوه من المثقفين والناس المتعلمين. نعم. فهو عارف انه الرئيس اذا ما كانش معاه تيم قوي ما ينجحش. بالظبط. فاذا كانش في مع الرئيس تيم قوي متجانس، بحيث انه كل واحد، ما هو مش واحد بس اللي يفكر، مش معقول واحد يفكر للدنيا كلها.
لازم انت تفكر معايا وهو يفكر معايا واختار الناس اللي تفكر علشان نوصل في النهايه لمنظومه اداريه جيده. ف الخطيب ذكي في اختياراته وبقدر لعبه الذكاء في اختيار المجموعه يوفق احد المتنافسين. حضرتك هتفكر فيها ازاي؟ يعني كابتن عصام منعم العضو العامل في النادي الاهلي هتفكر فيها ازاي؟ يعني لما يبقى قدامك هتبص برضو للقائمة، يعني برضو الناس تعرف الخطوات اللي حضرتك هتعملها عشان برضو هي الناس وهي قاعدة بتتفرج علينا تبقى عارفة ان لما تيجي انتخابات النادي الاهلي ايه الخطوات اللي يجب ان تتبع عشان اختار مجلس ادارة محترم. شوف، هو انت عندك الاول المنصب الرئيسي اللي هو الرئيس طبعا، فانت بت 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 بتوازن قدرات الاثنين، قدرات الاثنين الادارية وخبراتهم وشخصيتهم، ولازم تحط حساب النجومية في الاعتبار لانه فعلا طبعا اصله لو الانتخابات كل الناخبين بينتخبوا بطريقة موضوعية كنا بقينا في السماء دلوقتي في كل حاجة. انما الناس ما بتختارش بشكل موضوعي، الناس بتختار بشكل في عاطفة برضو بتخش في المسألة وفي علاقات وفي كذا وفي كذا، لكن المسألة ما هيش فيها موضوعية. فلازم هيعرف محمود انه بالشكل ده الكفة في مصلحة محمود الخطيب بيبقى حبيب الناس كلها بأخلاقه ورمز من رموز النادي والكرة في مصر. نعم، فالجانب ده فهو لابد ان يكون عنده الحاجة اللي تعمل المعادلة، يكون عنده الحاجة اللي تخلي الناس تقول انه مقابل هذه النجومية الطاغية هناك موضوعيا مركز ثقة الآخر عند محمود يتمثل في كذا وكذا، تدعيم مادي، اي حاجه يعني، انشاءات جيده داخل النادي، فروع اللي بتتفتح. طبعا على الرغم من ان هي استكمال لمجالس الادارات السابقه، ولكن الراجل ماشي في شغله بشكل جيد. لكن برضه كل ده ما يرجحش حد عن حد بنسبه كبيره. حضرتك مصر على القائمه، هي دي اللي هتفصل انت هتختار مين، لانه يعني النجم الاوحد ده خلص نعم. القياده دلوقتي فيها جماعيه القياده وفيها عقليات وفيها يعني ما نبصش لنجاحات النادي الاهلي مع المجلس ده نظره غير واقعيه. بصينا لها بنظره غير واقعيه هنلاقي ان المنافس في الحضيض. ما هو ده كان سؤال كمان اللي هو بيسال حضرتك ان هل النادي الاهلي فيه دلوقتي، هل هو ده يقدر يحافظ عليه؟ لان مستوى النادي كل الانديه الاخرى ارقام خادعه نتيجه عدم وجود منافسين. شوف، هو في منافسه نعم، بس مش المنافسه التقليديه اللي هي الاهلي والزمالك. والمنافسه الاخرى تفتقد الى اللي هي مثلا المقاصه، السموحه، يعني المصري شويه. نعم، المصري يعني كل هذه خصوصا المقصة والسموحة عندهم ادفانتج دلوقتي مش هتواجد بعدين، ان هم ينافسوا. لا، ان مفيش جماهير. اوكي. الفريقين انت هتلعب الماتشين، بتلعب الاهلي هتلعب الماتشين على ملعب الاهلي. هم الجمهور هو ان المدرجات فاضيه. المدرجات فاضيه. انما لو بتلعب نادي زي المصري، الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، على ملعب ليكوا عليه. نعم، ففي اللي بينافسوا دلوقتي مع الاهلي مقصه وسموح، اللي هما لو الاهلي رجع له جماهيره والزمالك رجع له جماهيره وخلاص الموضوع انتهى، هترجع المساله زي ما كانت يعني. فانت خلي بالك، انت يعني اللي داخل الانتخابات لازم يعرف انه هذا النادي برضه له ثقل جماهيري، وانه الثقل الجماهيري ده مؤثر. نعم، لانه لما يكون عندك نادي فيه مثلا 100,000 عضو ولا 200,000 عضو، نصهم جماهير يعني بتهتف وتغني تقول بيبو. ومن هنا يجي العاطفه بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها، اللي هي لو لازم هتخش مع المنطق، تخش اللي هو في اختيارات الرئيس. لكن يعني بالنسبه للنادي الاهلي الاستحصاءات او السيرفيز يعني انه جماهيره او اعضائه جماهير او نسبه كبيره منهم جماهير،
ودي الادفانتج بتاع محمود الخطيب. يبقى اذا من هنا ياتي ان كابتن محمود الخطيب هو الاقرب. يعني طبعا احنا بنتكلم كلام في منطقي طبعاً. يعني في مش عارفين ايه اللي هيحصل. لا انت بتتكلم على في المطلق. انت بتتكلم على محمود طاهر واحد من انجح رؤساء النادي الاهلي. مظبوط، من انجح رؤساء النادي الاهلي، لكن ليس معه واحد من انجح مجالس الاهلي، عنده واحد من اضعف او لم يكن اضعف مجلس للنادي الاهلي، مجلس اداره. مجلس اداره، نعم، بدليل انه مشي منه خمسه ولا سته ولا كذا. واللي فاضلين برضو فاضلين لا يليقوا بالنادي الاهلي. فحضرتك تفتكر ان لو المهندس محمود طاهر لو فكر ان هو ينزل انتخابات، وانا عندي معلومه ان هو نزل انتخابات، لازم يختار مجموعه غير الموجوده دي بالكامل؟ طبعا بالكامل طبعا، لان هي دلوقتي هو عنده اوراق اعتماد، نتائج اتشيفمنتس حققها للنادي الاهلي وبطولات. مظبوط، تفوق وتغيير الشغل اللي جوه النادي، وعنده انشاءات، انشاءات، وعنده الفرع الجديد للنادي الاهلي، وعنده فعنده حاجات كتيره قوي يقدر يستند اليها كاوراق انتخابيه. نعم. لكن مساله الانتخابات برضو في جزء منها العاطفه زي ما حضرتك قلت. لا خلي بالك، لا انت بتواجه كاريزما. بالظبط، انت مش بتواجه شخص عادي. محمود طاهر مش بتواجه شخص عادي، بتواجه كاريزما بيبو من اعلى الكاريزمات في تاريخ الرياضه والكره المصريه، وغير ذكائه في اختياره لقائمته. ده بقى اللي هيبقى عنصر مرجح او عنصر مرجح لمحمود طاهر اذا لم يحسن اختيار. هو بدايه لما قال ان لعيب كره واحد معاه فيري جود كده، بقى هو خرج من انه تعرف حضرتك معروض عليه تقريبا لغايه دلوقتي بالظبط 12 اسم. 12 اسم عايزين ينزلوا الانتخابات. هو هيختار واحد كابتن خطيب من اللي هم اساسا لعيبه كوره، من ال 12. هو انا مش عايز اعمل ستريس على النقطه دي لانها بترد عليا، لانه ما احنا لعيبه كوره. مش معنى كده انه يعني انه اختياره او عدم اختيار لعيبه الكوره لان هم مش قادرين على الاداره. لا بس هو زي ما حضرتك قلت، هي ترتيبها كده يبقى اثنين كويسين معقولين جدا، بس لان هو النسبه من لعيبه الكوره اللي بيبقوا عندهم المعلومه الاداريه والكاريزما الاداريه والقدرات الاداريه مش كتير. مش كتير، مظبوط، لانه الطبيعي ان يبقى عندهم النواحي الفنيه فبيبقوا مدربين. بالظبط، عشان كده معظم لعيبه الكوره بيتجهوا للتدريب، لانه اساسا الموهبه مترتبه على بعضها. نعم، انه لعيب كويس وبعد كده لما بياخد دراسات بيبقى مدرب كويس وهكذا، هو ده سلك الطبيعي. انما اللي بيرجع للاداره بتبقى شخصيه او دراسه او يعني عدد ونسبه اقل. نعم، اللي هي ممكن تنجح. ف اذا حضرتك بتقول ان اللي هيحدد سباق النادي الاهلي او من سيفوز برئاسه النادي الاهلي القائمه بتاعه الكابتن خطيب او القائمه بتاعه المهندس محمود طاهر؟ بالتاكيد هي اللي هتحدد من سيفوز. بالتاكيد، لانه اصله المنافسه على الرئاسه الحقيقه قريبه من بعض جدا. كابتن خطيب بكاريزمته وانجازاته السابقه وعنده برضه خبرات اداريه في المجلس، يعني طبعا طبعا حسن حمدي طبعا. فيعني هو عنده ده، ومحمود عنده مهندس محمود طاهر. نعم، مهندس محمود طاهر عنده انجازاته تتكلم عنه. مظبوط، خلال الثلاث سنين دول انجازاته والنموذج الذي يقدمه للبرستيج الخاص برئيس النادي الاهلي. نعم، وكيف يكون رئيس النادي الاهلي على قدر هذا المقعد اللي مثلا سعد زغلول ولا ناس الكبار دول قعدوا فيه. يبقى احنا هننتظر سواء قائمة المهندس محمود طاهر او قائمة الكابتن خطيب، عشان هترجح الى حد كبير. هترجح لكف، يعني حضرتك اول ما هتشوف القائمة هتعرف هتختار مين على طول فيهم هما الاثنين. فعلا ده لسه مقدره، لسه ما قررتش. حضرتك مش هيبقى معلن طبعا، يعني انت لا حضرتك بتبقى يعني انت السنه اللي فاتت اعلن، يعني الدوره اللي فاتت اعلنت، قلت انا مع المهندس ابراهيم، مع كابتن حسن يعني. طبعا في الموضوع كله. دي كانت واضحه. لكن دلوقتي حضرتك هتعلن ولا هتبقى برضو محتفظ بالموضوع لنفسك لغايه الانتخابات؟ لا انا اعلن، لانه اصل انا اعلاني ده حاجه خاصه بيا طبعا، ان انا ولكن في زي ما حضرتك بتقول كده، في ناس بتفكر كابتن عصام منعم مثلا، انا بحب كابتن عصام منعم وعارف ان الكابتن عصام تفكيره منطقي وبيتكلم زي ما حضرتك اتكلمت كده.
منطقيا وباللوجيك بالعقل تعرف تعمل ايه وتمشي الامور ازاي. وبالتالي قد يكون بعض محبي كابتن عصام من اعضاء الجمعيه العموميه بيشوفوا كابتن عصام هيعمل ايه ويعملوا زي ما هو. شوف يعني اولا انا لو قلت انا هبقى مع فلان مش هعمل كامبيننج ليه يعني مش هعمل لما تبقى دعوة يعني دعوة اعلانية. لكن حضرتك موجود مثلا في برنامج بلعب الشاطر وحد واسلام سالك قال لك انت هتختار مين هتقول وبالتالي هيبقى هتتاخد في الصحف في الجرايد في المواقع. ما اعتقدش ان انا ليا التاثير ده يعني ان انا لما اقول انا هنتخب فلان لا على الاقل يا كابتن يعني لو بتاثر في 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 1000 ولا في 2000 هيفرق. الانتخابات كلها السنه اللي فاتت المهندس محمود طاهر فاز بكام؟ ب 11000 صوت. انا اقصد المجلس يعني بالكامل 11000 صوت. وبالتالي ال 1000 بيفرق، ال 500 الفرد الواحد بيفرق يعني. ده انا قصدي ان هل حضرتك مع اعلان الشخصيات المهمه او المؤثره او الشخصيات العامه، بلاش مهمه ومؤثره، الشخصيات العامه اعلانهم ان انا ورا فلان ولا لا؟ شوف هي دي اصلها مش حاجه عامه، دي مش انتخابات مجلس الشعب للوطن المصري كله. اقصد حاجه خاصه بالنادي الاهلي، الشخصيات العامه اللي داخل النادي الاهلي دي حاجه خاصه بيه يعني. مثلا يا كابتن هل مثلا حسام غالي بطل النهارده؟ حسام غالي لكذا وكذا، هل يعلن انا مع كابتن محمود الخطيب او ولا او مع محمود طاهر؟ ليه لا يعني حضرتك مع الاعلان، هو ده قصدي يعني. لا ما انا بقول لك انا مع حسن حمدي فول ستوب يعني، وانا بمثل قطاع برضو من ال، ما هو ده اللي انا بقول. لان القطاع ده هو قطاع لعيبه الكوره اللي في النادي الاهلي القدامى اللي عندهم ثقه في انه حسن هو اللي كان يستطيع ان هو يتولى خلال الفتره اللي فاتت. نعم مش معنى كده ان انا ضد لا بدليل ان حضرتك قلت ان هم نجحوا. فيعني انما انا مع حسن ولسه هشوف اختياراته. هو كابتن حسن مش يعني قصدي كابتن خطيب تقصد؟ الخطيب ولسه هشوف اختياراته. يعني هل حضرتك مع كابتن خطيب ولكن لسه هتشوف اختياراته؟ ما طبعا طبعا، ما انا ممكن انتخب الخطيب لشخصه انما يكون عنده واحد انا مش عايزه. لانه الخطيب الرئيس ده ليه صندوق لوحده. فانا انتخب الخطيب وبعدين انتخب الاعضاء اللي انا عايزهم. تمام. طيب هنطلع فاصل يا كابتن عصام وحضرتك هنتكلم على نادي الزمالك. نادي الزمالك بيمر بمشاكل كثيره جدا خلال هذه الفتره، عايزين نعرف برضو وجهه نظر الكابتن عصام عبد المنعم في هذا الموضوع. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع اكمل مع الكابتن عصام عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، هنكمل هذا الحوار الممتع الحقيقه الذي لا يخلو دائما من الاحترام والاراء الحادة والجادة والصريحة جدا مع كابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام خلينا اسمع يا اسلام. اتفضل يا كابتن. احنا لو كنا شوية لما طلعوا الفاصل ده الكلام اللي قلناه كان على الهواء احسن من كل اللي اتقال قبل كده. لا يا كابتن لا، بس ده في كلام بيتقال على الهواء وفي كلام ما يتقالش على الهواء. ايوه ماشي. طيب كابتن عصام خلينا نروح لنادي الزمالك. رأي حضرتك في اللي بيحصل في نادي الزمالك ايه؟ شوف لو ما فيش زمالك يبقى ما فيش اهلي. ونادي الزمالك ناس كتير بتستغرب لما اقول لهم ان انا بحب نادي الزمالك بعد النادي الاهلي على طول. مش مصدقين. انا بحب نادي الزمالك لان يعني جزء من تاريخي انا شخصيا، حتى لما كنا في المنتخب زمان وكان ماسك المنتخب حسن حلمي كان رئيس نادي الزمالك، كنا بنبات المعسكرات بتاعتنا مش في الفنادق خمس نجوم، كنا فقراء زمان. كنا بنقعد في سراير سفري نبات في معسكر تحت المدرجات بتاعت نادي الزمالك. واللي بعدين طول النهار في النادي مع الاعضاء ومع اللعيبه القدام ومع الكلام ده. فعلاقتي انا مع لعيبه الزمالك اللي من جيلي علاقه صداق وود جامده جدا. نعم. طول عمري بحبهم وبيحبوني، واللعيبه القدام بحترمهم جدا. انما جيلي من لعيبه نادي الزمالك يعني ما تصورش الموده اللي بيننا وبين بعض، حتى وكنا بنلعب يعني كان يعني ممكن كنا مثلا طه بصري الله يرحمه نخلص الماتش ويجي بات عندي في البيت او يتغدى، والحاجه قبل الماتش تعمل له اكله حلوه ونكون هنلعب مع بعض اهلي وزمالك. نعم. فيعني انا اتربيت في الجو ده. نعم.
اتربيت في الجو ان انا احب النادي بتاعي انما ما اكرهش المنافس. تمام. ومش عارف اعلم الحكايه دي لحد تاني. يعني عشان كده انا بحب نادي الزمالك بعد النادي الاهلي مباشره. مش واحب نادي الزمالك يكون كويس. صحيح لما النادي الاهلي يلعب مع الزمالك احب الاهلي يكسب. نعم. بكل تاكيد. طبعا. لكن ما احبش حد يكسب نادي الزمالك. تاني. وما احبش نادي الزمالك يبقى في ازمه، ونادي الزمالك دلوقتي في ازمه. ازمه سببها انه مش كل واحد بيعمل شغله. وازمه ونتيجه كده انه حصل عدم استقرار فني ليس له مثيل في الكون. عدد المدربين اللي تولوا نادي الزمالك السنه دي عدد مهول جدا. يعني انا متهيألي بعض المدربين ما كانش لسه حفظ اسماء اللعيبه. يعني بداهم بالنمر. مش ملحقش يعرف. هيعرف؟ ما انت لازم تعرف لعيبتك واللي مصاب ده اصلا كان قبل ما يصاب كان شكله ايه؟ ما انت ملحقش يخف وانت موجود. صح. واللعيبه الصاعدين اللي في النادي اللي انت ممكن تصعدهم ما انتش عارفهم، ما تتفرجش على ماتشاتهم، ملحقتش. نعم. شوف ماتشات الشباب والناشئين. اللعيبه القدام ما تعرفش تاريخهم وما تعرفش قدراتهم وما تعرفش ازاي تتعامل مع كل واحد فيهم. كل واحد ليه زراير. يعني انا اسلام الشاطر ده اعرف ازاي انا قبل الماتش احفزه. انا عارف المفاتيح بتاعته. فاتظلم الفرقه، اتظلمت لانه هذا التكرار لتغيير المدربين عمل حاله فظيعه من عدم الاستقرار الفني. والوقت سرق بقى وكل شويه اتغير وكل شويه اتغير. يعني زي ما يكون واحد عايز يفتح مغاره على بابا وعمال يقول يا سمسم يا فول يا دره، والمغاره مقفوله لانه ما يعرفش يفتح يا سمسم. افتح يا سمسم. اللي هي ايه بقى يا فندم؟ هي الاستقرار. هي الاستقرار. وهي اذا ما كانش مدرب عالمي صاحب بطولات في دوريات كبرى يبقى ابن البلد البديل. انت بقى سمسار والسماسره كلوا عيش على نادي الزمالك السنه دي كتير جدا. ما هو مين اللي بيجيب المدربين؟ ومين اللي بيجيب؟ احنا كنا نعرف الاسماء دي ولا حتى مجلس اداره الزمالك يعرفهم منين؟ في سمسار بيجيب لك طبعا، والسمسار ده بياخد منك ومنه. وياخد من المقدم ومن المؤخر. يعني السمسار اللي جاب ايناسيو هياخد من 1.5 مليون ده حقه طبعا. خد فيعني انت فهي القضيه اذا ما كانش اسم انت يعني بس يا كابتن لما نيجي لو قلنا اسم وبطولات وكذا وكذا. فمثلا تيجي يقول لك ايه؟ ان كان صاحب واحد من اكبر الانجازات اللي موجوده في النادي الاهلي مانويل جوزيه قبل ما يجي ولا كان في بطولات ولا كان في انجازات كثيره ولا نادي الزمالك مثلا لما جابوا فنجاده وخد اخر دوري سنه 2003 اعتقد او 2004 ما كانش صاحب انجازات ولا تاريخ. شوف دي بقى حظوظ. حظوظ. حظوظ ايه؟ حظوظ ان انت تيجي للنادي الاهلي يا مانويل جوزيه، والنادي الاهلي لو حنبولا بيمرنه هياخد كل حاجه لان عنده 99% من منتخب مصر. وعنده مجموعه لعيبه صعب جدا تتجمع، صعب جدا تتجمع في صح. توقيت واحد وفي جيل واحد. واداره زي ما حضرتك بتقول مستقره. واداره مستقره ما تعرفش تخسر الدوري، ما تعرفش تخسر. لو حاول يخسر ما يعرفش. مانويل جوزيه. مانويل جوزيه ما كانش معجزه انما جه في توقيت عنده. وكذلك فنجادة نفس الكلام. فنجادة كان عنده تيم. لو شلت فنجادة وحطيت محمود شكوكو هيكسب. لانه كان تيم متكامل باساسي وبدلائه. فيعني يبقى اذا العبره مش في المدرب. لا تقاس على الاستثناءات. انا بتكلم على القواعد دي استثناءات. الاثنين دول استثناءات. اوكي. تواجد مدرب ضعيف مع تيم قوي. التيم القوي يكسب. يكسب اصله هي في النهايه. اذا حضرتك تقصد ان مثلا نادي الزمالك دلوقتي، طيب ما هو نادي الزمالك في الغالب بيجيب مجموعه كبيره جدا. يعني السنه اللي فاتت جايب مجموعه هم الافضل في ساعتها، يعني كانوا هم الافضل في الانديه بتاعتهم. جاب فلان وعلان وتلتان. مين اللي بيشتري؟ اللجنه الفنيه. الاداره اللي بتشتري. الاداره ما تشتريش. حضرتك تقصد ان يجب ان يكون هناك لجنه فنيه من خلال الاداره؟ طيب ولا مش من خلال الاداره؟ لا شوف الاداره الفنيه ده موضوع تاني. لا لجنه زي اللي احنا بنسميها يعني. احنا بنسميها لجنه. انما هي خليها لجنه في الاحتراف. الاداره الفنيه دي هي اللي بتعمل
طبعا الإدارة الفنية أنت عارف المدير الفني عضو فيها طبعا، والإدارة دي والمدير الرياضي، الإدارة دي كوب في كل مركز، باك رايت، الباك ليفت، السرد باك، لاعب المحور، الطرف اليمين، الطرف الشمال، مين اللي عندي ومواصفاته، وعندي مين في الفريق، مين السكند بتاعه، مين الاحتياطي بتاعه، عندي في كل مركز اتنين وواحد تالت من الصاعدين. نعم. من الفريق الصغير. فانت الخريطة دي كلها بتبقى موجودة، ولما تيجي تشتري بتقارن الثغرات اللي عندك ايه، وانت عايز وشايف مين بره. فالمسألة مسألة فنية. اللي كان بيبيع ويشتري في نادي الزمالك، سمعنا ان في واحد مش عارف طب انت الحالة عندك ايه، هل عندك واحد كنت تديله الفرصة احسن؟ فمين اللي بيشتري ومين اللي بيبيع في النادي الاهلي؟ اللي هياخد القرار الفني ده حسام البدري. تمام. لكن دلوقتي مثلا نادي الزمالك مين الكابتن؟ ما الزمالك مين اللي حد بيلحق يجي ياخد اي قرار؟ اه ما كانش حد بيلحق ياخد قرار فني. نعم. لانه بيمشي على طول. ف يعني انا اتمنى ان النهارده المكسب اللي حصل لنادي الزمالك في البطولة العربية معنويا كان محتاجه نادي الزمالك يهدي الدنيا شويه. وهارد لك للنصر، النصر ضيع مكسب برضه. نعم. لكن ان هما الاثنين بره، لكن نادي الزمالك كان محتاج اكتر للمكسب ده، ومحتاج لتدعيم الثقه. ما انا اذا ما جبتش مدرب اجنبي، اجنبي حضرتك مع الاجنبي، لا ان انا كان سؤالي اللي جاي كابتن طارق يكمل، طارق يحيى يعني اذا ما جبتش مدرب اجنبي معروف وله بطولات وشخصية قوية. احنا بنسمع على اسم المدرب ده لما بيجي لنا هنا في مصر. واحد عنده سي في قوي يليق بنادي الزمالك، يا اما خلاص يبقى طارق يحيى. ما هو اللي هيجي مش هيعمل حاجة احسن من طارق اذا كان في نفس الكاتيجوري اللي كانت قبل كده. اذا فضلت مع نفس السمسار اللي هو بيجيب لي الزريعة دي، ما يبقى طارق يحيى احسن. نعم. اذا دخلت في الليج الاعلى المدربين العالميين، اعلى فلوس، اعلى فلوس واعلى كل حاجة، ولازم هو اللي هيقول، محدش هتكلم معاه. محدش هيتدخل فيه. لكن هل يقدر عليه؟ امكانيات نادي الزمالك دلوقتي في نادي الزمالك بايع لعيبه كتيره باسعار كتيره جدا كبيره، وكمان دفع لكل مدرب بيجي بياخد مرتبه وهو ماشي بياخد تعويض، مرتبه وتعويض ده. دفع يعني السنه عنده ب 16 شهر يعني 12 شهر والباقي تعويضات وتعويض. ف استقرار على طارق يحيى اذا ما كانش في مدير فني على مستوى عالي، واللي اختارته لجنه فنيه. تمام. وكيف يتم اختيار اللاعبين من وجهه نظرك في نادي الزمالك؟ يعني هل مجلس الاداره اختار اللاعبين بتوع ايه بقى؟ اللي جايين اللي هيجوا نادي الزمالك. القيد يعني؟ القيد. القيد ما هو يعني واحد زي طارق، حتى اذا جبت مدرب اجنبي، ايوه يقول المفروض يبقى له دور طبعا. وهو مع نادي الزمالك مليان ناس بتفهم كوره، ده اللي بتفهم كوره في نادي الزمالك. نعم. يعني الناس اللي بتفهم كوره كويس في مصر اصلا زملكاويه. نعم. سيب الناس دي هي اللي تختار، وسيب الناس دي هي اللي تحط لك في كل مركز ده نمره واحد وده نمره اتنين ونمره ثلاثه الاعمار السنيه الاقل. يعني خلي الناس اللي هي دي شغلتها هي اللي تختار. يعني المسألة متداخلة، الإدارة داخلة مع الناحية الفنية بشكل مزعج جدا في نادي الزمالك. في نادي الزمالك. يبقى يجب أن يكون هناك فصل ما بين الإدارة الفنية والإدارة العادية كمجلس إدارة. يعني أنا مش بقلل على فكرة من شأن الناحية الإدارية، الناحية الإدارية لا تقل في كرة القدم أهمية عن الناحية الفنية. لا، ما هو أنا لسه هكلم حضرتك عن أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي مثلا عاملين انجازات كثيره جدا داخل النادي، عاملين ثوره انشائيه كبيره جدا، عاملين مجموعه من غيروا نادي الزمالك تماما. انا ده اللي انا اقصده برضو. يعني على الجانب الاخر مثلا المهندس محمود طارق زي ما حضرتك بتقول ان هو ناجح من الناحيه الانشائيه. بص انا اللي بيعمل كده ده عشان ينجح، لانه مش الجمهور اللي بيصوت، اللي بيصوت الاعضاء، اعضاء الجمعيه. انا ببسط الاعضاء فالاعضاء هينتخبوني. تمام. خليهم دول على جنب بقى الحدوته دي، وده لا يعني المشجع. المشجع الغلبان فريق الكره اللي يعني المشجع اللي هو بيحب من غير امل. اللي هو بيحب للحب، يعني بيحب نادي الزمالك، هو مش مستفيد باي حاجه. ولا وبيشيل الهم، وساعه الفرح ما بيعزموهوش مثلا يعملوا له حفله عشاء ولا حاجه لعيبه. فهو ده الهدف، انا اللي انا حريص عليه، واللي حريص على مشاعره. انا مش عايز الناس
ما انا جمهور النادي الاهلي ساعات فرقته تخسر وماش زعلان، لان عارف ان ده حدث عارض وعارف ان النادي الاهلي في النهايه هيتغلب وهياخد في ثقه في الاداره الموجوده وفي سفر كل واحد بيعمل شغله. نعم. فمساله اختيار اللاعبين وتشكيل الفريق، تشكيل الفريق ده علم على فكره، بيتعمل في دراسات المدربين المتقدمه، انك ايه الاسلوب اللي بتلعب بيه والطريقه اللي بتلعب بيها ونوعيه اللاعبين اللي تتعاقد معاهم. نعم. والاعمار السنيه اللي بتعتمد عليها وايه هي المهارات اللي بتتوفر في كل مركز بطريقه معينه. فيعني ما هياش مساله ان انا سمعت ان في لعيب كويس يبقى خلاص اروح اجيبه. حاجات تانية خالص. طيب خلينا ننتقل الى انتخابات نادي الزمالك. انتخابات نادي الزمالك برضو المستشار مرتضى منصور بمجلس الاداره، الناحية التانية الوحيد اللي ظهر دلوقتي الكابتن احمد سليمان حتى الان، يعني طبعا ما قالش قايمة ولا قال مين هيبقى معاه ولا اي حاجة خالص، ولكن هو المرشح الابرز دلوقتي. لا هم بس في الاندية الكبيرة ما فيش ثلاث مرشحين، دايما بيبقى هم اتنين مرشحين، بيبقى هم الاتنين يعني، ولكن انا اقصد يعني برضو لازم نقول كده يعني اعلاميا لازم نقول كده حتى الان. احمد سليمان طبعا كابتن احمد سليمان، وبالتالي هناك المستشار مرتضى في كل مداخلاته حتى معانا هنا في مداخلاته بيتكلم بيقول ان يعني ان الانتخابات دي زي ما هو انا سمعته بيقول كده او هنا في البرنامج قال كده، قال ان الانتخابات زي مثلا منتخب البرازيل يلعب منتخب صغير خالص. وبالتالي راي حضرتك في كمان الانشقاقات اللي بتحصل دي في نادي الزمالك، انشقاق رئيس النادي مثلا المستشار مرتضى بيطلع يتكلم على رموز نادي الزمالك وكذا وكذا وكذا، هل ده يؤثر؟ والحقيقة شايف ان لا، العضو العامل عايز الانشاءات اللي موجوده في النادي. هو ومدى الفارق ما بين المستشار مرتضى والكابتن احمد سليمان؟ هل من الممكن ان نرى يعني النادي الاهلي لما قلنا المهندس محمود طاهر والكابتن خطيب قلت لي لا انتخابات صعبه، حضرتك قلت لي انتخابات صعبه، لكن هل هنا هنلاقي انتخابات صعبه المستشار مرتضى والكابتن احمد سليمان؟ شوف، هو اولا الكلام في الموضوع ده حساس جدا. نعم. واني لما اقارن بين النادي الاهلي ونادي الزمالك دي يعني مقارنه، لا انا ما بقارنش، انا قلت عليك انت قلت لي هنا انتخابات صعبه، طب هنا كل انتخابات صعبه. نعم. ويخطئ من يتصور انه الانتخابات، انا دخلت انتخابات قبل كده ودخلت انتخابات كتير وتعلمت انه لا توجد انتخابات سهلة. نعم. وانه مسألة ان انا اقلل من شأن المنافس لا يعني شيء، يعني الانتخابات لعبة لها اصول ولها قواعد، والانتخابات هي رغم كل مساوئها الوسيلة الافضل من التعيين، لانه في اي مكان الانتخابات هي تعبير عن راي الناس، والناس بيبقى عندهم فرصه اربع سنين يقدروا يحكموا فيها على الاداء وعلى النتائج، وبعد كده يقيموا المساله. مساله انه الاعضاء مش جماهير، الاعضاء بتهمهم الخدمات اللي بتقدم داخل النادي، الاعتماد عليها برضو شيء له مخاطره، لانه برضو الناس بيهمها الخدمات والاكل الرخيص والمراجيح بتاعت العيال والحمام السباحه والحاجات الحلوه دي، لكن بيهمها اكتر هم اعضاء الزمالك زملكاويه طبعا، وانا هروح نادي الزمالك واعمل عضويه وانا مش زملكاوي؟ فعش في قله ملهاش اهتمامات كرويه قوي، لكن غصب عنه بيبقى زملكاوي يعني. نعم. والنادي الاهلي كذلك. فمن المؤكد انه استقرار النتائج والحصول على البطولات اسيت او رصيد من ضمن الارصده اللي ممكن الاعتماد عليها. التقليل من شان احمد سليمان ما اعتقدش انه له نتيجه ايجابيه يعني، هو اعتقد انه قراره احمد سليمان او اللواء احمد سليمان قراره من مؤكد انه مدروس، لانه مش هي يعني، هو على فكره اي واحد بيشتغل في الشرطه ولا في القوات المسلحه بيستاذن
قيادات بيقول لهم انا اخش يعني هو خد مؤخرا الكابتن احمد بياخد الموافقه. نعم. والموافقات دي بتبقى بناء على انه في دراسه، ما هو اذا كانوا متاكدين انه مش هينجح ما كانوش يقولوا له خش، مش هم مش متاكدين انه هينجح لكن مش متاكدين انه مش هينجح. يعني حضرتك تقصد ان هو لو متاكدين 100% ان هو مش هينجح كانوا قالوا له لا خلاص، عن المساله دي. فمن المؤكد ان في فرصه. نعم. وحديث طبعا لما يكون في مساله انتخابيه بين اثنين مرشحين زي ما كنت بتكلم على الخطيب وعلى محمود، ما يعني بتبقى فيها حساسيه شديده. نعم. لان انا يعني منتمي لهذا المجال، وقد يرى البعض اني في حديثي ميل ناحيه ده او ناحيه ده، وده مش صحيح. ما عنديش ميل لا في الاهلي ولا في الزمالك، صحيح انا ما عنديش صوت في الزمالك، لكن في النادي الاهلي عندي صوت، لكن في الحالتين ليا طبعا ميل أو وجهة هنا نظر. او هنا وجهه نظر هنا او هنا. نعم. لكن مش هقولها في بشكل معلن يعني، ولا هكتبها ولا هصرح بيها، لانه ده بيعتبر شيء في نوع من التدخل في ان انا بعض الناس بتقتنع بارائي. نعم. يبقى انا باثر على النزاهه الانتخابيه وانا مش هعملها. تمام. سواء في الاهلي ولا في الزمالك. تمام. هاخد برضو بعض الاسئله من اللي جاي لنا على الموقع الرسمي المصري اليوم. حد بيسال حضرتك مين سيرة تدهور الزمالك، قلنا على هذا ردينا على هذا. علي لطفي بيسأل حضرتك ليه بطولة مكسبها المادي حوالي 50 مليون جنيه والأهلي والزمالك غير مهتمين بيها، ورأي حضرتك في جونيور أجاي ولا يستحق أن يلعب في النادي الأهلي؟ مين قال أن الأهلي والزمالك مش مهتمين بيها؟ هو الأهلي يعني هو أقصد عشان ما لعبوش بالمجموعة اللي دايما بتلعب قدام الناس. الزمالك بيلعب بالفول تيم من أول يوم. نعم. الزمالك مين اللي مقعده يعني؟ اللي قاعد مصاب. نعم مظبوط. انما الاهلي مقعد 5-6 للراحه وللاستشفاء علشان استعداد الموسم الجديد. مظبوط. فالزمالك ما مش مقعد حد. فالزمالك حاول وبيحاول ما لم يوفق وخرج بره دائره الجوائز. النادي الاهلي بيلعب بفريق يعني مطعم ببعض الناس اللي ما اشتركتش الموسم كله بشكل منتظم. نعم. وقادر يوصل للسيمي فاينال، وما زال النادي الاهلي مهتم بالحصول على البطوله ومهتم بالحصول على الجائزه الماليه. مين قال انه مش مهتم يعني؟ تمام. علي لطفي بيسال حضرتك انا اسف، علي احمد بيسال حضرتك كيف تتركون رموز النادي الاهلي والاساطير مثل عماد متعب بعد ما قدموه للنادي في كل السنوات التي مضت ان تكون نهايتهم هكذا؟ اولا ايه رايك يا كابتن عصام في موضوع عماد متعب يعني، وهل حضرتك شايف ان عماد يعتزل؟ شوف، هي دراما مفتعله. بمعنى انه مين قال ان النادي الاهلي رموزه بيعملها معامله مش كويسه؟ انما العاطفه شيء والقرار الفني المجرد شيء اخر. انا مدرب بتعامل مع 90 دقيقه ومنافس في نواحي تكتيكيه ونواحي خططيه، وانا محتاج لقدرات وامكانيات بدنيه مثلا معينه. فانا بس الناس بتشوف لما عماد بينزل يا كابتن عصام بيؤدي ولو بنسبه صغيره يعني في تلت ساعه نص ساعه اللي بيلعبها، يا اما بيجيب جون يا اما بيعمل جون في اوقات صعبه. شوف، هو انا اصلا مش واخد موقف الدفاع عن حسام البدري او ان انا لا انا فاهم حضرتك بتتكلم بشكل عام الاول. انما يعني هو عماد متعب من اللاعبين اللي هيذكرهم التاريخ بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخب مصر. طبعا. ولاعب لا يزال يملك القدرات التهديفيه اللي النادي الاهلي بيبقى محتاج لها، وقرار اعتزال لاعب بهذا الحجم لا يملكه الا هو. بالظبط. ولا احد يستطيع حتى ان ينصحه. نعم. يعني ما تقدرش تنصحه حتى، لان هو عنده من الذكاء والخبرة ان هو يقرر لنفسه احسن حاجة بالنسبة له، احسن حاجة بالنسبة له، هو اللي شايف جسمه عامل ازاي ويقدر يقرر لغيره كمان. نعم. فانما طبعا هي المسألة بتبقى احيانا فيها جزء عاطفي او جزء فيه يعني ناحية العاطفة ما بتبقاش موجودة عند المدرب. نعم.
يعني يمكن حسام البدري لو مش مدرب الاهلي يتعاطف اكتر. اه بالظبط، لكن مدرب الاهلي، مدرب الاهلي بيبقى عنده حسابات مختلفة خالص، مجردة تماما. لكن انا اقول لك تقييم حسام البدري حيبان لو قلت له مثلا عماد متعب نأيده في الـ30 ولا ما نأيدوش السنة الجاية، هيقول لك هتبان بقى. ما هو اصله والاتجاه ان هو هيتأيد 90% يعني، يبقى عايزه يبقى عايزه. تمام كابتن، عايز اعرف تقييم حضرتك برضو لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، ما بقالوش كتير لكن احداث كثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، الدوري طويل جدا، الكاس الموسم بلاش الدوري، الموسم طويل جدا حتى الان لم ينتهي، على الرغم من اعلان اتحاد كرة القدم على في اول الموسم على ان المواعيد كذا وكذا وكذا، ولكن في النهاية هي حاجات امنية اكتر منها حاجات اخرى. يعني بشكل عام تقييم حضرتك لاتحاد كرة القدم؟ اولا مفيش حاجة امنية ادت الى ان الموسم يبقى ممتد بهذا الشكل. نعم قرارات كلها هو دلوقتي خلاص مفيش جمهور، والامن محدد لك ملاعبك وكل حاجه زي الفل، انت ما عندكش مشكله. البطولات الافريقيه، البطوله العربيه، يبقى ده يبقى نظام مش سليم، يبقى انت ما مخططتش للموسم بالشكل اللي هو يتضمن كل الاحتمالات، وانت يعني فرطت فيه اشياء كنت بتاجل فيها او تطول فيها، او تسمح للمدربين المنتخبات بمشاركه او اوقات طويله، يعني كل حاجه. اصله الموسم بيبقى قدامي انا هو النهارده قدامي 12 شهر وقدامي موسم وقدامي ارتباطات دوليه، مفيش حاجه فيها مفاجاه، الفيفا والكاف وكله بيبقى مديلك اجنده سنين، عارف كل المواعيد، انت البطولات والانديه والمنتخبات. ايوه كابتن، بس مثلا في اوروبا عشان تسافر من اسبانيا لفرنسا تاخد ساعتين مثلا يعني، لكن انت هنا عشان تسافر كوت ديفوار ساحل العاج يعني هتاخد لك 5 6 7 ساعات، وخمس ست سبع ساعات في المطار، ويومين ثلاثه هناك قبل الماتش ويومين ثلاثه بعد الماتش، فكده ضاع اسبوع مثلا. انا بتكلم على حاجات احنا حضرتك طبعًا يعني كلنا عشناها يعني. طبعا ما هو الجدول اتعمل اول الموسم، ان الموسم يخلص بيبقى في فتره راحه بعديه، وفي كل الارتباطات دي، وفي التوقفات اللي هي الماتش بتعملوها 4 5 ايام. اللي حصل ان انت قعدت تتاجل. لا هي البطوله الافريقيه، الامم الافريقيه اعتقد هي اللي فرقت، يمكن الشهر وشويه دول ما حدش كان متوقع ان احنا هنوصل للنهائي. وده يبقى تخطيط. بص يعني هو التخطيط الجيد لن يكون جيد الا اذا كان التنفيذ صارم لهذا التخطيط. ما انا عامل خطه زي الفل، لكن كيفية تنفيذها بقى؟ اتراخى في تنفيذها ما ينفعش. لكن تقييم حضرتك برضو للمجلس بشكل عام، يعني اشياء اخرى مثلا مش عاجبه حضرتك، اشياء كويسه عاجبه حضرتك، الايجابيات سلبيات، يعني ايه اللي حصل من وجهه نظرك في المجلس؟ شوف انا مش هتحدث عن سلبيات المجلس بتاع هانا بوريده، انما ما فيش ايجابيات. طيب واضحه يعني، خلاص واضحه كابتن مش محتاجه. طيب برضو احنا خلاص بقى داخلين على انتخابات، خلاص يعني ان شاء الله في شهرين ثلاثة هيبقى عندنا او في مجالس ادارة منتخبة في كل الاندية المصرية. بتنصح بايه يا كابتن خلال الفترة اللي جاية؟ لان الفترة اللي جاية دي عارف حضرتك دايما فترة صعبة جدا في كل الاندية، مش نادي واحد، في كل الاندية. يعني ما اقدرش انصح بانه الناس تحكم عقلها او تحكم ضميرها. نعم. في الاختيار، بس لازم يعرف ان كل عضو في النادي بيدي صوته، انه صوته ده بيأثر على مشاعر مئات الالوف والملايين اللي هم اساسا ما يهمهمش. مش اعضاء. مش اعضاء، وما يهمهمش ان حتة البوفتيك بقت اكبر شوية وارخص يعني. ايوه كل واحد يحكم بقى ضميره، فكل واحد يعني وانت 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 بتختار يعني هي مساله ما هياش شلاليه وما هياش وبعدين كل واحد ما تختارش حد مجهول، هتختار حد بحقل تجارب للنادي، انت اختار حد انت عارفه. انا عارف اسلام الشاطر ده، وهو لاعب كان شكله ايه، وهو مدرب شكله ايه،
وهو اعلامي شكله ايه، وهو اداري شكله ايه، انا عارف اداؤه وعارف شخصيته، وهو لما هيجي يتواجد في المكان ده هل هو امين عليه ولا مش امين عليه، لان انا عارفه. فكل واحد اذا كان مش معروف ما تنتخبوش. اذا لقيت واحد برشح نفسه وانت ما تعرفش اصله وفصله ما تنتخبوش، لانك مش عارف قدراته. نعم. يعني واحد جاي لك من الهوا كده، واحد حطه في القائمه لانه هيدعم القائمه مثلا بقرشين ولا حاجه، فلا ما تنتخبوش. ما تنتخبش الا اللي انت عارفه وعارف قدراته وعارف عقله وعارف شخصيته ونظافته ونزاهته يعني وحبه للنادي، ويعني تاريخه بيشهد بكده. واحد بلا تاريخ وواحد ما تعرفوش، واحد نزل بالباراشوت، ما تنتخبوش. تمام كابتن عصام، شرفتنا ونورتنا، اثقلنا عليك، انا عارف ان حضرتك بتنام بدري لكن اثقلنا عليك يعني، فبشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. انا كنت سعيد ان اكون معاك، يعني انت عارف يعني انا يعني بقدر باستمرار. شرف لينا يا كابتن والله، والله يعني، وبقدر احترامك لعملك وشطارتك فيه. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا. ربنا يخليك يا كابتن، يعني سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا يا كابتن عصام على وجودك معانا. ختاما وفي نهايه هذه الحلقه، انا بشكر نقدنا الرياضي الاستاذ ياسر عبد العزيز المشرف العام على البرنامج، فريق الاعداد محمد الخميسي ومحمود الشيخ واحمد منتصر، ومراسل محمد وحيد، مدير انتاج احمد الباشا طارق مبروك، فريق الاخراج شريف محمد واحمد سليمان، ومخرجنا الكبير وليد سليمان. اشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم وحلقه جديده من ملعب الشاطر.